وريني يا ابني كده مكتوب ايه عن الاسنان النهارده. منشوف نبدأ جديدة، لقاح كورونا لا يتوافق مع بنج الاسنان. تمام، اللي بعده. بنج الاسنان يسبب الوفاة عند اخذ لقاح كورونا. تمام. طيب، في إشاعة منتشرة أول يومين دول إن اللي خد مصل كورونا أيا كان النوع بتاعه ما يروحش لدكتور الأسنان، لأن بنج الأسنان ممكن يسبب لك وفاة ولازم تستنى بعده بتاع حوالي مش عارف كام سنة ولا تستنى كام شهر. ما تروحش لدكتور الأسنان عشان ما تاخدش بنج، عشان البنج ده هيموتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المعلومة دي وهنعرف إذا كانت صح ولا غلط. من الآخر كده، وزارة الصحة طلعت بيان بينفي إن بنج الأسنان بيأثر على أي نوع من مصل بتاع كورونا. يعني انت لو واخد اي نوع من مصل كورونا، بنج الاسنان امن جدا معاك ومفيش منه اي مشاكل. والبيان ده بيأكد ان الادويه والمصل بيمروا باربع مراحل عشان يتأكد من سلامتها ومن اثارها الجانبيه. كمان هيئه الدواء المصريه بتفحص اي لقاح مستخدم محلي عشان تتأكد ان هو صالح للاستخدام ومطابق للمعايير. اهم نقطه بقى في الجزئيه دي كلها ان قسم الطب الوقائي نفسه في وزاره الصحه ما سجلش ولا حاله لحد دلوقتي ظهر ان في اي ضرر سلبي بعد ما بتاخد بنج الاسنان. بيان كان شامل ان انت ينفع ان انت تعمل اي اجراء او اي فحوصات طبيه قبل او بعد التطعيم، زي الاشعه المقطعيه، اجراءات طب الاسنان، خطط كهربيه القلب او الاجراءات او الفحوصات عموما بتاعت القلب، تمارين وممارسه الرياضه، مناظير القولون، الموجات فوق الصوتيه. برضه عشان نتكلم بصراحه، احنا كل ده لسه الكورونا مستمره وبرضه الحاجات دي كلها تحت دراسات، فلسه برضه الكلام ده مش اكيد بنسبه 100% لان الحاجات دي كلها برضه بيتعمل عليها تجارب. ايه بقى الارشادات اللي انا لازم اعملها بعد ما اخد المصل؟ اول حاجه ان انا ابعد عن القلق والتوتر لان ده هيعمل لي امراض نفسيه وجسمانيه. تاني حاجه، اتعامل مع الاعراض الجانبيه البسيطه لما تظهر، مش اقول انا كده كده خدت المصل فانا خلاص بقى هسخن فانا لازم اخد علاج. لا، مفيش الكلام ده. لما تبتدي تظهر عليك الاعراض ابدا ان انت تقرر هتاخد خطوه او هتاخد علاج ايه. تالت حاجه، خد المسكنات وخفض الحراره زي الباراسيتامول ومشتقاته، ده لما تظهر عليك الاعراض بس. رابع حاجه والاخيره، التزم بالتباعد الاجتماعي والبس الكمامه حتى بعد ما تاخد المصل. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى ان اكون فدتكم بخصوص الاشاعه بتاعت بنج الاسنان وعلاقته بالكورونا او المصل بتاع الكورونا، وان هي ملهاش اي اساس من الصحه، وهي الارشادات اللي لازم ان احنا نمشي عليها بعد ما ناخد المصل. لو لسه عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. سلام.